سارة؟ سارة شو بك حياتي؟ شو بك؟ ما مش بس بس تعبانة 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 كتير. حياتي مو وقت تبكي. إبراهيم إبراهيم منيح ما تعتلي منيح ومعي راح لكتير وما بقى إلا القليل بكرة راح ترتاحي راح يعيش معك المهم أنه راح يعيش وهيك راح يضحك من كل قلبه ويلعب معنا مليك وهيك يكون عنده حياة طبيعية رح يعيش ورح يكون مبسوط ونحن رح نكون حده رد رد بكير هيا جبت المصاري فيك تعطيهم انت لدكتور عاصم اكيد انا بعطيهم لدكتور عاصم بس اللي بدي اياه منك هلا انك ترجعي على البيت وترتاحي تضلي قادره توقفي على اجريك بليز مبينه كثير تعبانه ابراهيم رح يعيش سارة انت ام عظيمه